السلام عليكم. اليوم عندنا محرك هدايا، راهو معودين الربع على لي زانجيكتور وعاودوا راحوا له. في هذه الحاله حنا لازم نبدلوا لي زانجيكتور تاعنا ونكونتروليو من واش راهم يروحوا لنا لي زانجيكتور تاعنا. في هذه الحاله لازم تفيريفي كاع لو سيركوي تاعك، تبداها من التويوات لا لامب لا بومب اش بي لا تويوتري فيترا غازوال والريزرفوار. دونك لهنايا واش درنا؟ حاجه الاولى نحينا لا بومب اش بي، ديناها كونتروليناها، حلها البومبيس، قال لك بلي راهي نقيه، ما فيها لا ليغرا ما فيها لي طراس تاع الماء. يعني اذا كان الماء راك راح تشوف واحد واحد الزيوتي شويه هكذا خفاف، قطرات تاع زيوتي. لهنا راك رايح تعرف بلي راهو فيها الماء، يعني السيركوي تاعنا ما فيهش بروبلام. اذا كان فيه بروبلام راه راح يجي لهنا لا بومب اش بي. لا بومب اش بي تبعث لي الماء لي زانجيكتور يبلوكي لي. واش لقينا؟ لقينا التوربو تاعو مطرطق، يعني توربينا طرميلو الزيت ديريكت داخل المحرك. لانا واش حيصرى؟ حتصرى الانجكتور حيتشوكا مع الزيت، حتزيد ليكسبلوزيون، حيكون ان كلاكمون ويبلوكي لك الانجكتور تاعو. انايا هذا واش كونستاتيت، ماذا بينا الناس اللي عندها خبره تزيد تعطينا راي.